مشاكل العالم العربي التي ناقشناها هذا اليوم في ورقتين من الجامعة العربية ومن البرلمان العربي، ثم مداخلات الأعضاء والتي تتمثل في الإرهاب ويعني ضرورة توحد العالم العربي وضرورة التوصل إلى يعني تجمعات اقتصادية تخدم هذا العالم العزيز علينا جميعا. وبالتأكيد يعني الحضور المتميز هذا اليوم هذا تقريبا معظم الرؤساء العربية، ثم المداخلات الهادفة والقناعة التامة لأهداف هذا المؤتمر وبلورتهم بعض الأفكار الجيدة، بالتأكيد ستنتهي في النهاية إلى تصور كامل لما يجب أن يكون. وأهم شيء أنه هناك يعني تصور أنه يكون هذا الاجتماع سنوي ويسبق الجامعة العربية، وبالتأكيد سيكون هناك ورقة عمل تقدم للجامعة العربية تمثل الرؤية البرلمان العربي لهذا المجال، خصوصا أنها ستكون يعني سنوية وبالتالي مجال التجديد. وحب وإن شاء الله يعني بدل ما نتكلم الآن عن الإرهاب وعن الفقر وعن يعني الوحدة الاقتصادية، سيأتي الوقت يتكلم فيه إن شاء الله عن خدمة البيئة والمحافظة عليها وجودة التعليم، ولأن هذه هي أحد أهداف عالمنا العربي التي نسعى. كيف يمكن التصدي والله وجود الأنظمة التي تحدد التي تعرف وتحدد فعلا ما يجب أن يعمل. وقد دخلت هذا المجال يعني معظم الدول العربية في اتفاقات بينها بما يتعلق بالموضوع، وهناك مكافحة غسيل أموال ومكافحة المخدرات لأنها جزء مهم من الإرهاب، ثم زيادة على ذلك هناك التجمعات الآن العربية التي تصدت للإرهاب التي يأتي من الخارج وكلنا نعرف بدون تفاصيل، وهذا اللي ما تسوت الأخت الفاضلة وتكلمت عنه. فيعني التحالفات العربية الآن التي فعلا أدركت المشكلة، إدراك المشكلة هو الحل، إذا أدركت المشكلة فالحل إن شاء الله بيد. فمتى ما أدركناها لن يجب أن لا نكون كما يعني سنؤكل كما أكل الثور الأبيض. إحنا في يعني في واجهة تحدي الإرهاب جميعا، يجب أن نقتنع جميعا أن المحاربة حتى لو كانت يعني بأحد الوسائل التي نكرهها جميعا، لا أحد يحب يعني فعلا يعني التصدي بعمل يعني كذا يعني قاسي، ولكن إذا لم نتصدى بها الآن سينتشر، خصوصا الداعم له كلنا نعرف أنه خارجي، وإن شاء الله أنه سننتصر في النهاية. شكرا.